المشاهدين اعزائي، كما تعرفون والاعلان الذي قبل يومين دفيناه ولحد امس كنا نبث هذا الاعلان، اليوم معنا ضيفنا من هولندا استاذنا الفاضل عادل السويدي ابو خالد، وهو مسؤول الاعلامي للمنظمه الوطنيه لتحليل الحواز حزم، لنطلع من خلاله على اهم الانجازات التي حققتها القضيه الحوازيه على الساحه الدوليه ومؤسسات المجتمع المدني خلال عام 2012. الجدير بالذكر ان المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم تشكل من حركه النضال العربي لتحرير الاحواز، الديمقراطيه الشعبيه الاحوازيه، الحزب الوطني الاحوازي، حركه التجمع الوطني في الاحواز، المقاومه الشعبيه لتحرير الاحواز، الاحواز عربستان عفوا، حزب الثقافه الاحوازي، مجموعه من المستقلين والناشطين داخل الاحواز والمنفى. مشاهدينا الاعزاء، كما وضحنا لكم اليوم استاذنا وضيفنا عادل ابو خالد السويدي. معي استاذ فاضل. حياك الله استاذ طاهر، مساكم الله بالخير. الله بخير اخوي، انا اشكرك هنا للب الدعوه وتواصلك مع قناه الاحوازيه. الشكر ايضا موصول لكم استاذ طاهر ولقناه الاحوازيه، بالاضافه الى الشكر الواسع والشامل لابناء شعبنا وبنات في الاحواز العزيزه ولكل ابناء الوطن العربي والامه الاسلاميه. حياك الله. الله يحييك اخوي ابو خالد، بما ان حضرتك مسؤول الاعلامي للمنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم، اذا ممكن تعطي للمشاهدين فكره عن المنظمه الوطنيه لتحرير الاحواز حزم.
استثنائي وإلى وعي وإلى تراكم وإلى تجارب كانت لدى القوى والحركة الوطنية بشكل عام. هناك أمور نظرية وهناك أمور عملية أدت إلى أن تصل هذه القيادة الأحزاب، وكانت أحزاب كما ذكرت في المقدمة عن الجهات والفصائل والمستقلين، وبالخصوص هذه القيادات الفصائل الفاعلة في الداخل في المنفى، لم تكن فقط التي ذكرتها حضرتك في المقدمة، بل كانت هناك أيضا فصائل أخرى وجبهات أخرى سنأتي للتطرق إليها، كانت من ضمن السلبيات التي رافقت مسيرة حزم أو هذه المسيرة الوطنية. في البداية أستاذ طاهر، في تحديدا في 16/8/2008 حينما انبثق عمل نحو فيما ستؤول إليه الأمور تاليا بعد هذه الحوارات، بعد تراكم، بعد وصول إلى قناعة أو تحديد وإعادة تعريف مفهوم الوحدة. ماذا نعني بالوحدة؟ ماذا تعني الصفوف؟ هل هي الأمور العامة التي يتحدث فيها كل اثنين، أم هناك يعني معنى للعمل الوحدوي، العمل المشترك؟ وبدأت تطفو على السطح مفاهيم حديثة، مفاهيم تجارب الحركات الوطنية الأخرى، حركات التحرر في العالم العربي وغيرها. فبدأ الأخوة والأخوات والقيادات والتجارب لدى الفصائل تصب بتجاربها في هذا السياق لتحديد أرضية ومرتكز دقيق للانتقال للمرحلة اللي بعدها. فالمسألة حقيقة كان هناك مجهود طيب، مجهود فكري، مجهود عملي، مجهود سياسي، مجهود نظري، كل هذا أدى إلى أن تصل الأمور لغاية 2010، وتحديدا في تاريخ 15/1/2010 تم التوافق مع كل هذه الفصائل التي ذكرتها، وأيضا فصائل أخرى، كانت الجبهة العربية لتحرير الأحواز، وكانت أيضا جهات أخرى داخلة معنا في هذا المشروع. كانت القيادة في هذه الفصائل وحتى في الميثاق الوطني كانت تعلم جيدا بأن سيرافق عملنا كثير من الصعوبات، وهناك تحديات لابد من استيعابها بالقدر المستطاع. وإن واجه هذا الحراك نوع من تعنت أو يعني نوع من الفشل اللي هو لابد أن يرافق أي عمل، لابد من أن يفكك أو يعطى الفرصة في الاستيعاب إلى أن يعني تؤجل إلى مراحل قادمة لاستيعاب فيما بعد. لكن على العموم تم تحديد 15/1/2010، 15/1 بشكل خاص هو يوم ميلاد الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر، وكنت من ضمن الفريق اللي فوض على أساس زيارة مصر وإعلان عن هذا العمل النوعي، والذي لأول مرة يكون يعني قد وصلت إليه القيادات والفصائل والمستقلين والشخصيات في الداخل المنفى، على إيجاد أرضية تكون تجمع هذا العمل بين الفصائل، وأيضا تعطي تعريف في تنظيم العلاقة بين الفصائل على كل الأصعدة السياسية وغيرها. فكان 15/1/2010 قد تم الإعلان عن المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز بمختصر حزم،
في القاهرة، وكان المقر هو مكتب الأحواز العربية، مكتب تابع لمنظمة حزم التي كان رئيس أو مدير تحرير مجلة نشرت هناك باسم الأحواز العربية، كان الدكتور عبد الصمد الشرقاوي، ووفدت إلى هذا الإعلان كم وكوكبة من النخبة العربية، طلائع المقاومة في الوطن العربي، كانوا فلسطينيين، عراقيين، لبنانيين، سوريين، ومن مختلف الوطن العربي، وبالخصوص مصر، مصر التي احتضنتنا في تلك الآونة. على العموم أفضل أبو خالد، آسف أقاطع عنك، لماذا المنظمة الوطنية لتحرير الحواز حزم، وما هي دورها في العمل الوطني الحوازي؟ لماذا هاي المنظمة الوطنية لتحرير الحواز حزم؟ ما هي دورها في العمل الوطني الحوازي؟ تعرف أستاذ طاهر، الموضوع الفصائل والجبهات والحركات في ساحتنا الأحوازية بدأت في تلك الآونة يعني تأخذ جانبها، هناك جوانب إيجابية، وبدأت هناك أيضا حالات سلبية تظهر وهي تزعج الوطنيين بشكل عام. لا أريد الخوض فيها كثيرا، لكن حالة الشرذمة والانقسامات والحالة كانت مزرية بشكل اللي اقتنعت الحركة الوطنية أو وصلت ضمن تراكمها والإشباع التي وصلته قيادات أعضاء مناصرين أن هذه الحالة حالة أصبحت غير مرغوب فيها، ويجب إيجاد حلول مرحلية لهذه الأمراض المزمنة التي رافقت الحركة الوطنية. فحقيقة حزم يعني أو المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم جاءت لتعطي حل لهذا حالة الشرذمة اللي كنا نعيشها في تلك الآونة، ونظمت العلاقة فيما بين الفصائل والمستقلين. ففي الحقيقة هناك نقاط تم التوافق عليها، وهي اللي جمعت كثوابت وطنية، لأول مرة يستخدم ثوابت وطنية كمفهوم لأن تكون هي الجامعة، هي عامل مشترك بين كل هذه الفصائل، فلتختلف الفصائل والشخصيات على التفاصيل لكنها تتفق على عناوين بارزة في الصراع مع الفرس المحتلين. فكانت من ضمن الست النقاط التي سميت بثوابت الوطنية، جمعت قبل منظمة حزم جمعتها في الميثاق الوطني، أولا التسمية التي اتفقت عليها كل هذه الفصائل وهذه الشخصيات هي التسمية الأحواز، و تلغى الأسماء الفارسية التي سميت منطقتنا أو إقليمنا أو قطرنا المحتل في فواصل زمنية تحت الاحتلال وبفعل الاحتلال وتداعيات هذا الاحتلال، منها خوزستان، منها الأهواز، وحتى عربستان، رغم أن عربستان لها نظرة الحركة الوطنية أنها اسم وثائقي أو اسم يستند عليه القانون الدولي في تلك الآونة، فكان هذا الحراك أو هذا الجدل والحوار بين القوى والفصائل على أساس أن العربستان هي حقيقة في الغرب كل المخطوط التاريخية، لغاية الأمير الشهيد خزعل الكعبي كانت تعرف منطقتنا باسم عربستان قانونيا ودبلوماسيا. لذلك مثل ما مصر يعني وضعنا هذا المفهوم أو هذا المثال، مصر تسمى في الغرب والدول الأجنبية بإيجبت، ولكن في الأمة العربية Thank you.
أنا ما كنت في وطني ولا حضرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي، وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أناديكم أشد على أياديكم وأغوص الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأغوص الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. حملت ذمي على كفي وما نكست أعلامي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي، حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي. وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. مرة ثانية نرحب بمتابعين ومشاهدين قناة الأحوازية وشعب العربي الأحوازي أينما كنتم في الأحواز المحتلة أو في المهجر، دمتم سالمين. مشاهدين أعزاء، كما شاهدتم كنا مع قبل الفاصل مع ضيفنا أستاذ أبو خالد مسؤول إعلامي للمنظمة الوطنية لتحرير أحواز حزم. أستاذ الفاضل أبو خالد، كرويتين متداخلتين متوازيتين في القضية الأحوازية وفي البلدان العربية، ما هي الفروقات في ساحتين الأحوازية والعربية؟ تحت سيادة عربية ومجتمع كان مجتمع عربي وكان يمارس حياته، وقام ذلك العدوان العدوان الفارسي بمؤامرة بريطانية، وللأسف حتى على الصعيد القانوني كان في تجاوز واضح. سادسا وأخيرا، تحديد طرق النضال والمقاومة المضادة لقوات الاحتلال، وركزنا هنا على مسألة أن كل أنواع المقاومة ضد الاحتلال الفارسي وعلى رأسها كفاح المسلح هو ما تؤمن فيه هذه الفصائل وهذا العمل. أما بالنسبة للنقطة التي تطرقت إليها أستاذ طاهر، حقيقة الأمر هذا لم يعالج أو لم يتم إلقاء الضوء عليه، وشكرا لسؤالك الذكي حقيقة والهام، وهي مسألة العروبة والإسلام. يعني هاي الرؤيتين احنا ما نريد نحطها في إطار الأيديولوجية، ندخل في القومية ناصرية بعثية أو قومية عربية بشكل عام، ولا الإسلامية بمعنى طائفي أو تطرف في تشيع أو إسلام السياسي إن كان سني أو شيعي أو غيره. المسألة في القضية الأحوازية حقيقة يعني يحتاج هذا الموضوع إلى تفصيل، إلى إسهاب حتى نبين، وأستطيع أن أثبت بأن العروبة والإسلام في المحور الأحوازي هو أكثر من كل القضايا العربية الأخرى شاملة ولاحمة وموحدة عن القضايا الأخرى. التجربة التي شفتها وخذتها في الوطن العربي بالخصوص في مصر، حقيقة التيارات المعروفة والقوية هناك مثل الناصريين والإسلاميين هم من أكبر التيارات القوية هناك، بالإضافة إلى الليبراليين وغيرهم، لكن التوجهين العروبي والإسلامي بينهم تطاحن للأسف نوعا ما، عند الفريقين أيضا حق. تجد الناصريين يخونون الإخوان المسلمين بفعل موقفهم المضاد للحركة الناصرية في وقتها، أو مصر التي كانت تسير في زمن جمال عبد الناصر في مواجهة الغرب، في مواجهة توحيد الأمة العربية، في حين كان الإخوان المسلمين يعني للأسف واجهوا هذا الأمر
كمسألة داخلية فقط واستهدفوا عبد الناصر وكفروا وصارت عمليات اغتيال. فهذا عد أيضا وثائق بأن بريطانيا كانت الدعم الأساسي لإخوان المسلمين وأخذوا القوميين هذا الموقف عليهم. ثم تبدلت الأمور منذ الربيع العربي ولغاية الآن. صعود الإسلاميين عد بأن القوميين أو الناصريين أو غيرهم من ذوي التوجه القومي هم خونة ويتابعون أو يساعدون الأجانب في تمزيق الوحدة أو حتى المجتمعات العربية، منها دور البعض الناصري، أضع كلمة البعض بين قوسين، اللي ارتمى في أحضان إيران، وبعض القوميين العرب وحتى مؤتمر القومي العرب من سوريين ولبنانيين اللي شرتهم للأسف الشديد ومولتهم إيران. فالفريقين يعاني من يعني تناقضات، يعاني من زلات في مراحل تاريخية معينة، وكل منهم يبرر لنفسه تلك الزلة. هذا كون فكرة أو موقف حاد من كلا الجانبين. أنا في 2008 كنت مع فريق أو وفد أحوازي، قمنا بعمل مؤتمر في القاهرة، ووجدت وأنا أراقب متشوق لطرح قضيتي في القاهرة، قاهرة المعز، مصر لها ثقلها العربي والعالمي والإسلامي. كنت يعني حقيقة فرح جدا لذاك ديك الأجواء الجميلة والناس اللي بدأت تستجيب للدعوة وتأتي وتسأل، فرح جدا. وفرح أكثر أن لم يكن هناك يعني تجانس أو حتى تجالس بين فئتين متخاصمتين في الفريق القومي العربي، منهم الناصريين والبعثيين، لكن في القضية الأحوازية توحد البعثيين والناصريين في دعم القضية الأحوازية، لأن قضيتنا قضية حق، لا في ما فيها فريق يعني توجه ضد توجه آخر، بالرغم من أن صراعنا صراع قومي، صراعنا في الأحواز صراع قومي مع الفرس عربي في مواجهة الفارسي بكل منظومته العدائية والوحشية. هنا في المنظومة العربية لا يعني أيديولوجية ناصرية أو أيديولوجية قومية بحثية أو قومية عربية بشكل عام. العروبة هنا المعنى في العروبة أن الأحوازي صاغت كشخص كفرد كجماعات صاغت الجغرافيا والتاريخ. هذا الكلام من آلاف السنين. الجغرافيا حكمت علينا بأن نواجه عدو فارسي لا يعرف دين، لا يزل أي توجه أو رؤى أو أيديولوجية معينة إلا بالتوجهات العنصرية القومية الفارسية. لذلك أصبح الأحوازي في زمن القائد العروبي محمد بن فلاح، محمد بن فلاح كون الدولة المشعشعية على أساس العروبة، وحد القبائل ووحد المنطقة العراقية وجبل الجزيرة العربية تحت راية عربية واحدة. لم يكن للتشيع أو للسنة محور في هذا السياق بقدر ما كانت العروبة هي المعيار. إذن محمد بن فلاح أو بني كعب سلمان الكعبي أو مزعل الله يرحمه أو شيخ خزعل الله يرحمه وآخرين من المناظرين لغاية هذه اللحظة ممن يسقط في الأحواز، هو يناضل من انتماء العروبي وليس الأيديولوجي. وأيضا مسألة قبل أيام، مسألة ما جرى أيضا في مصر، وجدنا بأن الإسلاميين، ونحن نشاهد قناة وصال، قناة صفا، برهان وغيرها من القنوات ذوي التوجه الإسلامي، في ساحتهم في هناك موقف مضاد أو موقف محصن، توجه معين خاص ومفاهيم خاصة. في الشأن الأحوازي لا يستطيع أن يفرض ذاك التوجه ذاك الاتجاه والرؤية على ساحتنا الأحوازية. لذلك منطق وقوة قضيتنا الأحوازية في هذا السياق إنها ذو طابع عروبي وإسلامي لا ينفكان عن بعضهما. ومن أقوى الساحات والتجارب العربية هي الساحة الأحوازية الموحدة للفكر القومي العربي بكل اتجاهاته، لأن عروبي ومكونة للشأن أيضا والرؤية الإسلامية كان سنية أو شيعية متطرفة موحدة في الساحة الأحوازية. لذلك جناحات الثورة الأحوازية هي العروبة والإسلام،
كل المفاصل التاريخية ما قبل الإسلام، لو تشوف، لو تلغي النظرة أستاذ طاهر على معركة ذي قار، ستجد أن معركة ذي قار نشبت أنشبها أبناء الأحواز في بني شيبان. شيبان كانوا في الأحواز هم من صعدوا المقاومة في مواجهة الفرس، العجم الفرس، وكانت هذه المفاهيم مستخدمة في يعني كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد والدين الإسلامي لم تكن قد برزت في تلك الآونة. على العموم هناك مقولة للرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتصر العرب، نشبت بني شيبان هم من نشب الثورة، انتقلت إلى العراق ثم اتسعت إلى شبه الجزيرة العربية لتلتحق القبائل والعروبيين لنصرة أبناء الأحواز في مواجهة الفرس. كانت مقولة الرسول اليوم انتصف العرب من الفرس، وهي مقولة عروبية أكثر منها ما فيها معاني دينية. فيما بعد جاءت استحقاقات معركة ذي قار في معركة القادسية زمن الخليفة عمر بن الخطاب الراشد الثاني، اللي وصفت أيضا بالاستراتيجية. أنا كتبت في هذا الموضوع استراتيجية العمرية استوعبت المنطقة كحقائق تاريخية، ثم جاءت أيضا لتتفاعل أرضنا لتصل إلى الفترة المشعشعية كإمبراطورية مشعشعية وليست فقط دولة، لأن المساحة الجغرافية اللي شفناها وعظم توسع هذه الجغرافيا وقوة الأفكار وقوة المجتمع والمؤسسات التي كانت تحكمها المشعشعين، نستطيع أن نقول إمبراطورية. تعود العرب في الأحواز وفي الأمة اللي العرب الأحوازيين جزء لا يتجزأ منهم، تعود أن يعيش وحدة متوحدة. لذلك العروبة والإسلام في القضية الأحوازية أقوى ما تكون، وليست تشوبها شائبة أو تستطيع أن تخترقها تطرف أو غير تطرف. لا يوجد في شخصية أو خصلة إنسان الأحوازي تطرف ديني إن كان شيعي أو سني. ويعني أنا أتفهم أخواني بعض الأخوة في الفصائل والشخصيات الوطنية التي تصعد وتتخوف أو تتوجس من مسألة الطائفية في الشأن الأحوازي، وأنا لا أرى إلا أن الحقائق التاريخية تبرهن أن لا يوجد، لم يكن في أي لحظة تاريخية من تاريخ وطننا العزيز وإنساننا وهو الثروة الوطنية الكبيرة التي عبر بنا حضارات كبيرة وساهم مساهمة إنسانية في العطاء الإنساني العالمي، لم تكن في أي لحظة تاريخية قد وصل إلى حالة التطرف. والجغرافيا كما قلت والتاريخ صاغت هذا الإنسان بشكل كان دائما على الدوام فاعل متفاعل، والعروبة مرتكز أساسي ما قبل الإسلام، وأضيف إلى الإسلام كمفاهيم كمنطق كحضارة فيما بعد وصول الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى ربوع الأحواز، ثم قام ابناء الأحواز إلى نشر الإسلام ونشر مفاهيمه في كل إيران وابتعدت خارج إيران. لذلك أقول مسألة مثل ما حضرتك ذكرت قضية الأحواز ليس قضية طائفية بل قضية وطنية، وأرض محتل، أرض عربي هناك محتل من قبل الفرس المحتلين. قضية الأحوازية هي قضية وطنية وليس قضية طائفية. أستاذ الفاضل، ما هي البرامج المستقبلية للمنظمة؟ تعرفون هكذا مؤتمر فاجع الآخرين، ما هي برامجكم المستقبلية للمنظمة؟ أستاذ طاهر، في الحقيقة الآن يعني تعرف كما قلت لك هناك تنظيم بين المؤسسات والفصائل، وكل منا إن كان فصائل أو حتى شخصيات في حزم له دور يمارسه في هذا السياق. بالتأكيد أبو خالد، حضرتك يعني متابع الأمور والحمد لله نشاطك موجود يوميا، متابعين النشاط الأحوازي على مستوى كل تنظيمات الأحوازية. قبل شهر زمان منظمة الوطنية تحرير فلسطين فتح أنجزت يعني إنجاز كبير، وخذت كرسي مراقب للأمم في الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني، والمنظمة الوطنية 47 عاما تأسست. هذا الإنجاز الكبير خرجت من منظمة وطنية لتحرير أرض فلسطين، صحيح. يعني منظمة الوطنية تحرير الأحواز حزم، يعني هل مطلوب من عندها هكذا إنجاز؟ يعني حقيقة شعب الأحواز إلى متى يبقى تحت الاحتلال؟
نعم أستاذ طاهر، يعني حقيقة منظمة حزم هي مثال قريب لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح، وهي كانت تجربة القوى الوطنية الأحوازية في هذا السياق، أن تكون خروج المنظمة أو يعني استنتاج أو وصول إلى منظمة يجب أن تكون لها معاني، والمعنى هذا بالضبط هي نفس الفصائل والاتجاه واللحظة التاريخية الموضوعية اللي نتجت فيها فتح. لذلك حزم كان لها مواقف وما تزال في كل أمر وطني أو حتى إقليمي أو عربي وحتى عالمي، لكن على صعيد النقطة أو المثال اللي جئت فيه عن منظمة التحرير الفلسطينية فتح وإنجازها لمسألة توليها كرسي شبه اعتراف بالدولة، حقيقة كتبنا كان لفصائل حزم بيان واضح المعالم ورحبنا بهذا الأمر، بل ودفعنا باتجاه أننا نحسب أنفسنا جزء منه في دعمه. لذلك كان البيان في هذا الاتجاه، ومسألة الفصائل ودورها في حزم ومؤسساتها حقيقة تعمل ليل نهار إن كان على الصعيد العالمي، والجبهة الديمقراطية خير مثال في هذا السياق، وأيضا على الصعيد العربي والأخوة في حركة النضال أيضا لهم دور بارز، وبالأخوة أيضا الأخوة في المنظمة الوطنية الأحوازية اللي منهم الدكتور عباس طالب المذخور وآخرين، الأخ أبو شريف أمين عام جبهة الديمقراطية الشعبية، يعني أدوار بارزة لكل الأخوة، التفاعل كله يصب في اتجاه واحد واللي قاعد يعطي ناتج بالاتجاه أن هناك يجب خلق شرعية لقضية أحوازية، وهذا ما تسعى له حزم في أن تقنع الآخرين على أن نهج أو الاستنتاج الإبداعي أو الاجتهاد الذي وصلته هذه الفصائل هو اجتهاد وطني عام لا يخص فصيل الجبهة الديمقراطية الشعبية أو حركة النضال أو الجبهة الأحزاب الأخرى الموجودة في حزم. هذا نتاج لدماء شهداء، نتاج لآهات الأسرى والمناضلين، فالموضوع لا يختصر في تطبيل لهذه الجهة أو تلك، بقدر ما هو إنجاز أرقى من مسألة الأحزاب في توحيد الجهد أو صب في اتجاه معين للوصول إلى ما وصلت إليه الحركة الوطنية الفلسطينية، مع بالرغم من هناك اختصاص أو يعني خصائص تختلف عن شأننا الأحوازي، لكن نحن نقول نستطيع القول بأننا وضعنا البوصلة في الاتجاه الصحيح في السكة الحديدية الدقيقة وصيغة إرادة. استاذ الفاضل ابو خالد، احنا يعني نحن هنا وحضرتك وكل الاحوازيين ما جايين نطبل المنظمه الوطنيه او نعرف للمنظمه الوطنيه، ولكن هي القضيه الاحوازيه محتاجه الى منظمه وطنيه لتعبر عن مظلوميه الشعب الاحوازي والاضطهاد التي مارسها الاحتلال الايراني في المؤسسات الدوليه، يعني هكذا منظمه لابد ان نعرف عنها. والله أستاذ طاهر، أنا عبر شاشتكم الموقرة وعبر صوتك ومناشدتك أنا أيضا أناشد إخواني أخواتي في الداخل وفي المنفى، إن كان لديهم اجتهاد يختلف عن هذا الاجتهاد يصب في المجال الوطني فأهلا به. أنا أقول لماذا لا يلتحقون بالمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم وتقوية مؤسساتها بهدف الوصول إلى، لماذا نبدأ من الصفر دائما؟ في كل فترة يصل أخوة موقرين من الداخل قادمين بدون مراجعة لما وصلت إليه الحركة الوطنية في الداخل المنفى، مع أن في الداخل لا يستطيع الداخل التحرك أو حتى إنتاج أي شيء على الصعيد الوطني كان حزبي أو غير حزبي، في الداخل لهم ظروفهم، ونعلم أن هناك جبروت وحشي فارسي لا يجعل التجربة تتراكم، لكن في المنفى هناك مدى واسع، نطلب من الأخوة الذين يبدأون من الصفر أن على الأقل ينظروا لتجربة حزم وما وصلت إليه. لماذا نبدأ من الصفر ونهدم كل ما تم بنيانه على أساس تراكمي بنيوي ونبدأ ببناء بنية تحتية مرة ثانية ويعني نمسح كل ما جرى؟
هذا الخطأ الذي تقع فيه بعض القوى، بعض الفصائل، بعض الأخوة المستقلين القادمين جدد من داخل، وتتكرر تجربة للأسف كل سنتين وثلاثة مرة إلى أن تستنزف هذه القوى وتاليها ما يصلون إلى أي نتيجة. احنا نقول نعم للاجتهاد، نعم للإبداع، ولكن لماذا لا يتم الإبداع عبر الدخول لمنظمة التحرير، منظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، اللي تحتوي على فصائل وشخصيات وقوى فاعلة كان عالميا عربيا وطنيا، لماذا لا يتم الدخول هنا وتفعيل هذه المنظمة لتستقوي بكوادرها بأكفائها بمؤسساتها التي بالتأكيد هي تعاني من نقص؟ فهل هذه رسالة عاقلة؟ هل هي دعوة عاقلة للعاقلين من أبناء وبنات شعبنا، أم هي مجرد صيحات لا تلبي الطموح؟ هذا الفاضل أبو خالد، اسمح لنا أن نقاطعك، ولكن تعرف أن قناة الأحوازية جدا قليلة، بدأنا أن نوصل إلى ختام برامجنا في دقيقتين. ما هي مطالباتكم من أشقائكم العرب حول دعم القضية الأحوازية كما قبل يومين شاهدناه في مصر؟ نعم، بالنسبة لمصر حقيقة قلت لك بشكل عام احنا نرحب بهذا العمل، على الصعيد الإعلامي كان ممتاز، على الصعيد قضيتنا وتعريف بها ممتاز، لكن ما بعد هذا الأمر والاستحقاق أعتقد في نواقص سيتمكن أخواننا في الفصائل أخوات أن يستوعبوا أن هناك نقص واضح في الموضوع. أما نحن مطالبات الأشقاء العرب، نعم احنا نطالب الأخوة العرب بالتفعيل وبإعادة النظر بالحركة الوطنية الأحوازية، بدعم الفصائل أو منظمة تحرير الأحواز، منظمة الوطنية تحرير الأحواز حزم بفصائلها لتقوم بدورها، لأن حزم هي تقوم بهذا الدور بين الحين والآخر عبر مؤتمرات تقيمها سنويا في نيسان في ذكرى الاحتلال وفي مناسبات أخرى إن كانت على صعيد الشهر أو غيره. لكن اللي قوي حزم أيضا هو التوجه الحقيقي، لأن الساحة الوطنية الأحوازية لا تستطيع أن تقوم بما تقوم به منظمة حزم عبر فصائلها. فهل نبدأ بعمل مشرذم غير فاعل فردي، أم بعمل جماعي كما هي تقوم فيه منظمة حزم وتعبت طوال هذه السنوات في نسج علاقة موضوعية فيما بين الفصائل وكونت مفهوم العمل المشترك بين هذه الفصائل؟ فأنا أقول نعم. أن بدأنا إلى ختام برامجنا، ولكن هنا أعلن من حضرتك واطلب من حضرتك هي دعوة الحلقة ثانية إن شاء الله مع حضرتك للتوضيح عن خارطة الأحواز كما حاليا بعض الأخوة العرب يدعون بهذا كذا مساحة، وإن شاء الله سوف نحقق حول حلقة ثانية مع حضرتك في برامج أخرى في أسابيع أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، في النهاية اللقاء لا يسعنا أن نشكر أستاذنا الفاضل عادل السعودي أبو خالد، داعين الله أن يحقق للشعب الأحوازي الباس المقاومة وتطلعات التحرر من براثن الاحتلال الفارسي للأرض الأحواز العربية. أخوي أبو خالد أنا أشكرك، هنا وصلنا إلى ختام برامجنا، إن شاء الله في حلقات أخرى نوضح لأخواننا العرب وأشقائنا العرب حول مساحة الأحواز وخارطة الأحواز وما هي تاريخ الأحواز التي بدأ احتلالها من عام 1925 ميلادي إلى يومنا هذا. مشاهدينا الأعزاء، نأخذ فاصل ومن ثم نحول الاستوديو إلى استوديو كندا مع ضيف الثاني أبو شريف الأحوازي زميلي ورفيقي في الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. نراكم إن شاء الله في حلقات أخرى برامج أخرى بإذن الله تعالى. تحية أحوازية عطرة إلى كل مشاهدي الأحوازية أينما كنتم، والسلام عليكم مجددا. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أتقدم بخالص الشكر للأستاذ عادل أبو خالد الأحوازي، مدير مكتب الإعلام للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، بما قدم من معلومات رائعة ومهمة بكل الجوانب. كما اسمحوا لي أن أتشكر زميلي وعزيزي الأخ أبو حمزة طاهر التميمي الأحوازي على جهوده القيمة. أما حقيقة أنا كنت أستمع بشكل جيد جدا للأستاذ عادل،
وكنت أتمنى أن يستمر بالحديث ويأخذ الوقت كله، لأن كان حديثه ممتع ومفيد للغاية، وكما وعدنا ووعدكم الأستاذ عادل الأستاذ طاهر أن سوف يلتقي بالأخ أبو خالد إن شاء الله بالحلقات القادمة لنستمع إلى نشاطات وعمل ووجهة نظر المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم على الجوانب المختلفة الوطنية الإقليمية الدولية، كي نعرف هذه المنظمة المهمة والمهمة للغاية على نضال شعبنا لجماهيرنا في الأحواز المحتلة وللأحوازين كما بصفتنا أحد الأعضاء والمؤسسين لهذه المنظمة. أكرر الدعوة اللي أطلقها الأستاذ عادل، أننا ندعو الجميع من شخصيات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني والتيارات السياسية الأحوازية إلى الدخول في المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم، والعمل على يعني تقوية هذه المنظمة الفتية اللي تجمع كوكبة وطنية من شرائح واسعة من أبناء شعبنا العربي الأحوازي، وهي بحاجة إلى الجميع إن شاء الله أن يكونوا سيوفا لشعبهم من خلال هذه المنظمة. أما حقيقة الأمور اللي كنت أود أن أتحدث عنها مع ما تبقى لي من وقت، هي هناك ثلاث قضايا محددة. الموضوع الأول والأهم حقيقة هو موضوع الإعدامات في الأحواز وكيف التعامل مع هذا الأمر. كما تعرفون أعزائنا المشاهدين، الدولة الإيرانية أكدت الحكم الجائر الظالم بحق أبناء شعبنا من الخلفية، وهناك 5 من أبناء شعبنا الآن لا نعلم بأي لحظة ستنفذ بهم أحكام الإعدام، وهذا ما يتطلب من عندنا يا أبناء شعبنا موقف واحد وصلب وصارم في مواجهة العدو الإيراني. هل نبقى مكتوفي الأيدي كي يعني الحكومة الإيرانية تأخذ أبناء شعبنا من الذين ضحوا من أجلنا، الذين تظاهروا من أجلنا، الذين صرخوا من أجلنا، أن تسحبهم إلى المشانق الواحد تلو الآخر بشكل فرادي وبشكل جماعي، ونحن نستمر بالسكوت وننتظر متى تصل الأدوار لبيوتنا لأخواننا أو لخواتنا أو لأبناء عمنا؟ هذا ليس من شيمتنا وليس من قيرتنا أن ننظر للعدو الإيراني كيف يقوم بالاستفراد ببعض أبناء شعبنا والقيام بإعدامهم. الصيحات بالخارج لا تكفي، الصرخات من الخارج لا تكفي، المظاهرات بالخارج لا تكفي، المناشدات الأممية لا تكفي، الدولة الإيرانية لا تعترف بمنظمات إنسانية، الدولة الإيرانية لا تعترف بأمم متحدة، الدولة الإيرانية لا تقف أمام المناشدات الدولية. فبالتالي من يتمكن أن يقف هذه الجرائم؟ هو نحن أبناء الشعب العربي الأحوازي المتواجدين على الأرض، نحن من نتمكن أن نقف هذه الماكنة التي تقتل أبناؤنا والتي تيتم أطفالنا وتحرم نسائنا من أزواجهن وأيضا تزج بهن إلى السجون والزنزانات. نحن من نتمكن أن نقف الاحتلال وماكنته الوحشية. فبالتالي مدعوون الجميع أن نتظاهر قبل الإعدام وليس بعد ما يعدم أبناء شعبنا، لأن عندئذ ماذا سوف نعود بماذا؟ هل يعود لنا من أعدموا إذا تظاهرنا؟ نعم، التظاهرات مهمة جدا بعد الإعدام وستكون لها تأثيرات كبيرة جدا، ولكن لا تعيد لنا بأرواح شبابنا. فما نريد وما نطالب به أبناء شعبنا الشباب يعني الخروج والمظاهرات والتجمعات والفعل المقاوم بكل أشكاله لصد الهجمات العدوانية. العدو الإيراني عندما يعلم أنه عندما يسقط شهيد أحوازي يدفع الثمن قاليا ويدفع الثمن كبيرا في الأحواز وفي أي مكان يتواجد، لا يمكن له أن يقوم بإعدام أبناء شعبنا بهذه السهولة، فيحسب ألف حساب. فيحسب كما هي الآن الإعدامات سياسية، كما هي الآن المحاكم سياسية، كما هو الآن القضاء قضاء غير عادل وتابع لدولة الاحتلال الإيراني وكل أحكامه سياسية، سوف يحسب ألف حساب عندما يريد أن يعدم أبناء شعبنا. فبالتالي كيف ومتى نتحرك لصد هذا العدوان على شعبنا؟ ماذا يعني أن يعدم من متى ما يشاء
كلما أراد أن يبعث برسالة إلى دولة عربية أو إلى دولة أجنبية عاد إلى أبناء شعبنا العربي الأحوازي وقام بإعدامهم. يعني هذه الأمور نعم هذه الأمور لا تتوقف إلا بالفعل، إلا بالعمل، إلا بالقوة، إلا بالذي بالأصوات التي يعني تزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين الذين يعني عفوا في الأرض فسادا في أرض الأحواز، وأصبحت أقدامهم أينما وضعوها تكون أقدام شر وأقدام يعني ملوثة بالجرائم، وتزيد ما يمكن نسميها الحزن، وتزيد ما يمكن المأساة لأبناء شعبنا. فكل أبناء شعبنا مدعوين للدفاع عن هؤلاء اللي الآن هم لا يعلمون في أي لحظة ممكن أن ينغلون إلى مشانغ الإعدام. لربما الحكومة الإيرانية تنتظر فرصة ومناسبة لتبعث برسالة إلى دول الخليج العربي، إلى البحرين أو إلى الإمارات أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى بريطانيا كي تقوم بإعدام مجموعة من الأحوازيين، أو لربما أنها تنتظر عملية للمقاومة الأحوازية في الداخل حتى تقوم بإعدام مجموعة من الأبرياء المناضلين الذين لن يشاركوا بأي أعمال قتالية. فبالتالي ما نطالب به أبناء شعبنا أن الشباب الذي الآن يعدمون من أبناء شباب الفلاحية، الأبطال هم أبناء الخفاجية، وهم أبناء الأحواز العاصمة، وهم أبناء المحمرة، وهم أبناء السوس، وأبناء بندر عباس، وأبناء أبو شهرين، وأبناء الخلفية، وأبناء السوس والقنيطرة، وكل أبناء الأحواز. فبالتالي هم أبناءكم أنتم الجالسين الآن وتشاهدون، هؤلاء أبناءكم وهؤلاء أخوانكم. لا تسمحوا للعدو الإيراني أن يقوم بإعدامهم. أعيدوا للعدو الإيراني الذاكرة أن العربي لا يقبل الذل ولا يقبل الهضيمة ولا يقبل، وغيرته لا تقبل أن يعدم أخيه وهو ينظر إليه. فبالتالي على العدو الإيراني أن يفهم أن الإعدامات بالأحواز لن تتمكن من أن تستمر بهذه الطريقة الإجرامية والوحشية. رفض الإعدام كل العالم، قتل الإنسان بطريقة الإعدام مرفوضة اليوم بمعظم دول العالم، والسلطات الإيرانية تعدم أبناء شعبنا لآرائهم، تعدم أبناء شعبنا لأفكارهم، تعدم أبناء شعبنا لرفضهم للاحتلال الإيراني. فبالتالي نقولها لأبناء شعبنا المتواجدين بالأرض، عليكم الآن التحرك بكل ما تتمكنون لوقف ماكينة الإعدام الإيرانية الذي لن تتوقف إلا بالرد الفاعل، لن تتوقف إلا بالعمل الفاعل، وإلا بالعمل الجاد الذي يرد الصاع بالصاعين على العدو الإيراني، وهذا ما جربناه مع الفرس سابقا. لذا وأقولها، كلما تراجعنا إلى الوراء، كلما أتوا الفرس، وكلما اغتالوا من عندنا المزيد، وكلما ارتكبوا جرائم بحق شعبنا. ماذا فعل هؤلاء الشباب الذين هربوا من الحدود وحكومة المالكي المجرم، حكومة المالكي المجرم الذي شاركت بقتل الأحوازيين، شاركت بقتل المناضلين الأحوازيين مثل رعد الشرهاني وأمثاله، الآن هي أيضا تشارك بقتل أبناء شعبنا، أبناء الخلفية الذي عادتهم من السجون العراقية ومن أرض العراق الشقيقة إلى دولة الاحتلال الفارسي، كما فعل المجرم بشار الأسد الذي أعاد بالرئيس رئيس الأخ فالح عبد الله المنصوري من سوريا إلى سوريا برئيس منظمة تحرير الأحواز ميعاد، وأيضا عاد بالأخ المناضل أبو نضال والأخ المناضل عاد صاكي وغيرهم من الشباب الأبطال الذين تعرفونهم، عاد بهم إلى السجون وعاد بالنساء والأطفال إلى سجون الاحتلال الإيراني. نقولها وأنتم أدرى منا أن العدو الإيراني لا يتراجع بالشعارات التي تهتف من مجلس حقوق الإنسان والتي تهتف من السيد بان كي مون، وهم على حق، وهم وبالحقيقة هم يفوضون لنا من خلال هذه التصريحات أنكم لكم الحق بالدفاع عن أنفسكم. هذا ما نفعله نحن بالخارج، أن نكسب الحق ونفرق بين الإرهاب والمقاومة. هذا يعني شو؟ يعني أنه عندما يصرح مجلس حقوق الإنسان أنه الشعب الأحوازي يظلم والشعب الأحوازي يقتل والشعب الأحوازي ترتكبه ضده جرائم
ضد الإنسانية، هذا يعني يا شعب الأحواز لك الحق في المقاومة، لك الحق في التظاهر، لك الحق في التجمع، لك الحق في قطع الجسور، لك الحق في وقف الطيران، لك الحق في وقف النفط، ولك الحق أن تعيش حرا سيدا على أرضك. فبالتالي ما نقوله يا أبناء شعبنا، المقاومة وحدها هي من تردع هذه الإعدامات، والمقاومة وحدها هو من تقف توقف العدو الإيراني عند حده، ويبدأ يفكر 100 مرة قبل أن يأخذ أي خطوة باتجاه إيذاء أبناء شعبنا أكثر من ما هم الآن يمرون به من جرائم. سياسة التفغير وسياسة التوجيع وسياسة الاستيطان وكل السياسات الإجرامية المفروضة دوليا لا تكفي العدو الإيراني، والآن يقوم، وهي ليس سياسة جديدة وهي مستمرة، والآن يريد أن يقتل من هم نشطاء سياسيين أو شعراء وأدباء بالأحواز، كما قتل قبل أكثر من شهر الشهيد البطل أبو ستار الأحوازي. لذا أبناء شعبنا الدور هكذا يأتي إلى كل بيت في الأحواز، كما هو الآن في كل شارع وفي كل حي وفي كل قرية وفي كل مدينة. لذا نقولها بالحرف الواحد، إن الاستعمار الإيراني، إن الاحتلال الإيراني مستمر بجرائمه ما دامت المقاومة الأحوازية لم تكن بالقدر الكافي وتفعل ما يجب عليها لصد العدوان الإيراني بكل ما تمكنت وكل ما أتيت من قوة من الله سبحانه وتعالى ومن إمكاناتنا الذاتية. لذا هذا الموضوع يا أبناء شعبنا راجعنا، إن اللي بالداخل وإن اللي بالخارج، إن اللي بالداخل هل يستمر العدو الإيراني بفعل ما يشاء؟ أول ونحن اللي موجودين بالخارج هل نبقى متبعثرين؟ هل نبقى يجر بنا كل من يشاء إلى هذه العاصمة أو تلك، ليعلن باسمنا مؤتمرا أو ليعلن باسمنا ندوة أو كذا؟ لذا بالتالي نقولها بالحرف الواحد، إن أبناء شعبنا في الداخل مكلفون بصد العدوان الإيراني بكل الوسائل، وأقولها للجبهويين بالتحديد بالداخل، إننا مكلفون بالدفاع عن أبناء شعبنا بكل الطرق والوسائل المشروعة لدينا التي أقرتها الشرعية الدولية والشرعية السماوية والحقوق الطبيعية للدفاع عن النفس، أن ندافع عن أبناء شعبنا وأن نحميهم من القتل وأن نحميهم من الجرائم وأن نصد العدو بما تمكننا من وسائل وإمكانات. طبعا مشاهدينا الأفاضل، الحقيقة الوقت لا يسعي لي كل الحديث حول كل المواضيع، ولكن أعيد وأقول، ولماذا اخترت موضوع الإعدامات أولا؟ لأن القصد من الإعدامات هو إرهاب شعبنا، القصد من الإعدامات هو التخويف شعبنا، القصد من الإعدامات هو أن يعلن للعالم أننا مسيطرون على هذا الشعب وأننا نقاوم، كما هو يسموه الإرهاب وغير ذلك. فيما يتعلق بهذا الموضوع، العالم كله يدري أنه الدولة الإيرانية دولة إرهاب، الدول الإقليمية كلها تعرف أنه دولة إيران دولة منتجة ومصدرة للإرهاب الإقليمي والدولي. وصلت الاغتيالات إلى فرنسا قبل شهر، وهناك أيدي إيران موجودة بهذه الاغتيالات لزج الكرد والأتراك بصراع والمزيد من الاغتيالات، بعد أن تحاول الدولة التركية أن تبعد أن تعطي وتعيد الحقوق للأكراد. وبالتالي أيضا قامت هذه الدولة وتقوم بسياستها الإجرامية أيضا على الشعوب في بلوشستان وأذربيجان الجنوبية وتركمانستان وكردستان، والإعدامات مستمرة في ما تسمى بهذه الجغرافيا الكاذبة، واللي نحن نسميها بجغرافيا إيران الكاذبة السياسية. لذا مدعوين جميعا الوقوف إلى جانب أبنانا اللي الآن هم لا يعلمون متى وبأي لحظة يشنقون بجرم ولاءهم للوطن، بجرم حبهم للأحواز، بجرم ولاءهم لكم يا أبناء الأحواز في الداخل والخارج. أما الموضوع الثاني طبعا اللي نريد أن نتحدث عليه فيما يتعلق بالمؤتمر اللي يقيم في القاهرة، وتحدث الأستاذ عادل بهذا الموضوع، ولكن نحن لنا كجبهة ديمقراطية حديث بهذا الموضوع أيضا. نحن مع كل المؤتمرات، مع كل الندوات، مع كل المناصرين الذي تقوم من أجل الأحواز. أولا، إذا شخص واحد وقف في الشارع وقال أنا أقوم بمؤتمر لدعم الشعب الأحوازي، نقول له قم من أجل الأحواز. وإذا أراد أن يقوم من أجل الأحواز، فبالتالي يجب أن يدعي الأحوازيين ويدعيهم بدون استثناء، ويدعيهم جميعا ليسمع إلى صوتهم، هذا إذا كان غير أحوازي.
ولا كان إذا كان أحوازي فالواجب أهم، عليه أن يدعي كل الأحوازين الوطنيين الذين يؤمنون بتحرير الأرض والإنسان الأحوازي تحت مظلة واحدة، والمظلة موجودة، منظمة تحرير الأحواز موجودة وهي تدعي الجميع للدخول فيها وأبوابها مفتوحة لكي تسمع للنقد وتسأل وتسمع للمسائلة وتسمع في نفس الوقت للتصحيح والتعديل. فلماذا فلماذا تقيب هذه المجاميع وتقيب هذه المؤسسات عن مؤتمر سمي لنصرة الشعب الأحوازي، سمي لخدمة الشعب الأحوازي؟ لذا لأن حقيقة لأن أقول أنها بوضوح، نحن نشكر كل الذين قاموا بمثل هذه المظاهرة الموجودة اللي كانت موجودة في القاهرة، ولكننا حقيقة نشكك في الكثير من النوايا، لأن هناك أولا تيارات قومية أصيلة داعمة للقضية الأحوازية لم تدعى لهذه المؤتمرات، هناك شخصيات وطنية وشخصيات علمية وشخصيات ثقافية وأدبية داعمة وناصرة وموجودة على أرض القاهرة لم تدعى إلى هذا المؤتمر، هناك شخصيات وطنية أحوازية معروفة على كل المستويات الإقليمية والدولية وتنظيمات ذو ثقل وزين وكبير ولها تاريخها الكبير لم تدعى لهذه الندوة أو لهذه المظاهرة. هناك المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم اللي هي أوسع تحالف أحوازي وتسعي إلى كسب نوع من الشرعية من العالم، إذا كان هناك دعما لماذا لا تدعم هذه المنظمة كي تكون ممثل للشعب الأحوازي؟ إذا كان هناك نصرة لماذا نؤسس مجموعات أحوازية جديدة وهذه المجموعات كلها موجودة؟ هناك لدينا مجموعات سنية، هناك لدينا مجموعات وطنية، هناك لدينا مجموعات عروبية وغير، فلماذا ما هي سبب تشكيل مؤسسات وتشكيل تنظيمات جديدة؟ نحن كجبهة ديمقراطية أقولها بصراحة، طبعا هناك من يقول أن الجبهة الديمقراطية حضرت، نؤكد أن الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية وكانت تسمى، بل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي الأحوازي حتى عام 2007 بعد أن تغير اسمها بالمؤتمر الثالث لم تشارك بمثل هذا المؤتمر، لأنها لم يوجه لها أولا دعوة لا كحزم ولا كجبهة ديمقراطية شعبية أحوازية، وثانيا كانت تتمنى حتى إذا ما دعينا إحنا كانت تتمنى أن تدعى التنظيمات الأحوازية الأخرى والشخصيات الوطنية الأخرى. هذا فيما يتعلق بالمؤتمر، كما أننا ننصح الأخوة الداعمين أو المناصرين أن يتوخذوا الحذر الشديد على أنه من حقيقة يناصرون ومن يقف إلى جانب من. لا نريد نصرة على أساس طائفي، لا نريد نصرة على أساس ذيلنا، لا نريد نصرة على أساس تبعية، لا نريد نصرة على أساس شق الصف الأحوازي، نريد نصرة للأحواز أولا وللشعب الأحوازي أولا، ولكي لا يفرق الشعب الأحوازي على أساس طوائف وقبائل وجهات فئوية أو تنظيمات سياسية، نريد نصرة للشعب الأحوازي أولا وأخيرا بكل أطيافه وبكل تياراته، ومن يريد أن يدعم الشعب الأحوازي عليه أن يعلم أن الشعب الأحوازي طوائف والشعب الأحوازي تيارات والشعب الأحوازي اتجاهات، ليس سلفية وليس إخوانية وليس شيعية وليس سنية، أن الشعب الأحوازي واجه احتلال، وهؤلاء الذين الآن يشنقون ليس سنة وليس شيعة، هؤلاء وطنيين أحوازيين، هؤلاء قبل أن يولدوا مسلمين ولدوا عرب وولدوا أحوازيين، فبالتالي يحاسبون لعروبيتهم ويحاسبون لوطنيتهم ويحاسبون لأنهم يواجهون الاحتلال الإيراني. هناك في إيران سنة وهناك في إيران شيعة، لم يحاسبوا على شيعتهم أو سنيتهم، بل يحاسبون على انتمائهم الوطني في بلوشستان وفي كردستان وفي تركمانستان وفي أذربيجان، يعدم الأذربيجاني وهو شيعي ويعدم التركي في تركمانستان وهو شيعي أو سني، ويعدم في بلوشستان ويعدم في الأحواز قبل أن يسأل من أي طائفة، يسأل أنه يناضل من أجل تحرير هذه الأرض أو لا. لذا نريد دعما صادقا إنسانيا عروبيا إسلاميا من أجل الإنسان الأحوازي، لأن كل هذه المقومات لا ترفض الدعم للإنسان المظلوم، لا ترفض الدعم للإنسان إذا كان يناضل من أجل وطنه وشعبه. فمن لا يريد أن يدرك نحن ليس معارضة في الأحواز، يعمل على تطئيف الشعب الأحوازي. نحن حركة تحرر أحوازية، وحركة التحرر الأحوازي بها من كل أطياف الشعب الأحوازي، من الشيعي والسني والصابئي والمسيحي والمسلم والغير مسلم، فلماذا تدعم جهة
لذا علينا أن ندعم الجميع ونناصر الجميع في الأحواز، وعلى الأخوة الذين يريدون أن يناصروا الأحواز عليهم أن يتحسسوا الخطر في الأحواز، وأن الأحواز تاريخه مثل ما تفضل الأستاذ عادل، كل أبناء الشعب الأحوازي كانوا مكونا واحدا، ولكن نخاف الخطر من أن يقوم بعض الأخوة بتمزيق شعبنا وعلى أساس طائفي. مثل ما قلنا في الحلقات السابقة، من حق الإنسان الأحوازي أن يختار ما يراه صحيحا من طائفة، ولكن لا نسيس الطوائف الأحوازية على بعضها، ولا ندفع الطوائف الأحوازية على بعضها وتنشغل ببعضها وتترك العدو الإيراني يعبث بنا ويعدم أبناء شعبنا كما يشاء ومتى ما أشاء، والاحتلال يستمر بعد 90 سنة، والله لا يقولها، العدو الإيراني يقتل الآلاف ويؤسر الآلاف الآخرين من أبناء شعبنا بسبب انشغالنا ببعضنا البعض. يكفينا مشاكل ما لدينا، لا نريد أن تصبح لنا الطائفية مشكلا خطيرا أكثر مما لدينا الآن من مشاكل. مشاهدنا لا فاضل، نأخذ فاصل ومن ثم نعود عليكم إن شاء الله. ما ضحينا يا اشرف قاع،
سبحان الله وهمتنا البين نسحد لي ريدي لعوينا ونكسر الاذراع لجروحك مرهم خلينا من وفيتش ما ضحينا يا اشرف قاع يا قاعد رابج قافوري حساتر هذا الشاجور يا قاعد بسم الله الرحمن الرحيم مجددا مشاهدينا الافاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاعدامات في الاحواز وجريمه تاكيد حكم الاعدام من قبل الديوان العالي للقضاء فيما تسمى بجغرافيا ايران السياسيه واحتمال اعدام ابناء شعبنا في اي لحظه وما هو مطلوب من عندنا في الداخل. نحن كجبهه ديمقراطيه حقيقه بدانا الحراك وعلى المستوى الدولي مكاتبات واتصالات وأيضا مناشدات وأيضا نعمل ونستعد للقيام بتجمعات ومظاهرات في بعض الدول الأوروبية سوف يعلن عنها وسوف نشارك بكل تجمع أو مظاهرة وطنية في أي مكان تغام من قبل أبناء شعبنا بدون استثناء. كل من يدعي إلى مظاهرة وتجمع سوف نكون معه وإلى جانبه دون أدنى سؤال وما دعينا إليه في الداخل أبناء شعبنا أن يقوموا بواجبهم بصد العداء والعدوان الإيراني بكل ما تمكنوا من قوة لوقف هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا الأبرياء. فيما يتعلق بالمؤتمر اللي يقيم في القاهرة أكدنا أننا نتقدم بخالص الشكر لكل المناصرين لأبناء شعبنا العربي وأمتنا العربية والإسلامية ولكن لدينا ملاحظات كبيرة على مثل هذه المناصرات التي تعمل وبشكل يعني متعمد أو غير متعمد لخلق الفتن داخل الشعب الأحوازي والشارع الأحوازي وبعلم أو دون علم وهذا ما لا نريده لشعبنا وما لا نريده لقضيتنا في ظل الظروف الإقليمية وفي ظل الظروف الدولية. لا نريد أن نكون ورقة بيد هذا أو تلك بل لدينا العديد من الأوراق جاهزين للتعامل والشراكة الحقيقية مع كل أخواننا الخليجيين ومع كل أخواننا العرب والعراقيين والسوريين ولكن على أساس حفظ المصلحة الوطنية الأحوازية والتعامل الأخوي والتعاون الإسلامي العربي وأيضا الدولي لاستعادة حقوق الشعب الأحوازي غير منغوصة ليس لجهة أو لطائفة على حساب أخرى أو لتنظيم على حساب تنظيم آخر أو لمنظمة على حساب أطراف أخرى. فبالتالي كل أبناء الشعب الأحوازي سواسية يعانون من الاحتلال الإيراني وعلى من يناصر أن يناصر الشعب العربي في الأحواز كما لدينا كلمة عتب للأستاذ يعني رئيس الأزهر الذي التغى بوزير خارجية الدولة الإيرانية المحتلة بعد الثورة المصرية وكنا نتوقع أن لا يتم مثل هذا اللقاء وأبناء شعبنا يعدمون وأبناء شعبنا يقتلون وأبناء شعبنا يعانون من الاحتلال الفارسي كما استغربنا لدعوته للسماح بأهل السنة لأن يمارسوا طقوسهم وماذا عن الآخرين؟ هناك العشرات من الملايين من أبناء الشعوب الغير فارسية ومنهم أبناء جلدتك أبناء الأحواز الذين يعانون من القتل والإعدامات ومن من كل أشكال الاضطهاد. لماذا ندعم جهة على جهة أخرى ولماذا نطالب برفع الظلم عن أهل السنة ولا نطالب برفع الظلم عن أهل الشيعة بالأحواز وغيرهم؟ ألم يكونوا أناسا؟ ألم يكونوا بشرا؟ فبالتالي لنا عتبا ولنا كلاما بهذا الموضوع. ندعو أن لا يقسم شعبنا ولا تقسم الشعوب على هذه الأساس والتعامل معها بهذا الأساس. الجامع الأسر أكبر من أن يدخل في مثل هذه القضايا ويدعو إلى جهة على لحماية جهة من طرف آخر. الدولة الإيرانية دولة احتلال، الدولة الإيرانية دولة توسع، الدولة الإيرانية دولة ظالمة ولا يمكن الجلوس على طاولة واحدة مثلها مع هذه الدولة واستقبال رئيسها من قبل أقدس أحد أقدس المراكز الإسلامية في العالم الذي عرفت بمواقفها المناهضة لكل أشكال الظلم. فبالتالي نستغرب تماما كيف للشيخ الأزهر أن يجلس مع وزير الخارجية الإيراني ويتحدث معه لرفع الظلم عن أهل السنة فيما اسماه بإيران.
نحن لا نتوقع أن يقف موقف مكتوف في الأيدي، ولكن لا نتوقع أن عندما ينطق لجهة ويتحدث لدفع الظلم عن أهل السنة في الأحواز الذي يجب دفع الظلم عنهم، ولكن أهل السنة في الأحواز أو في إيران ما يسميه الشيخ الأزهر بإيران طبعا ليس كافيا للتعامل مع هذه الدولة التي احتلت العراق وساهمت في احتلال أفغانستان وتنوي احتلال البحرين وشقت الشعب اليمني وشقت الشعب الفلسطيني وشقت الشعب اللبناني وتمارس القتل في سوريا. هذا المجرم ما كان يجب أن يدخل ويضع رجليه على أرض القاهرة وعلى أرض مصر الكنانة وعلى أرض مصر العروبة الذي دافعت وتدافع عن القضايا العادلة في الوطن العربي وفي إغليمها وأيضا في العالم كله. هناك من في أقصى العالم يفتخر ويعتز بعروبة مصر والتعلم ويتعلم من العروبيين في مصر، فكيف لمجرم مثل هذا أن يضع أقدامه في الأزهر وهناك أيضا دمائه ملطخة بأبناء الشعب السوري وأبناء الشعب العراقي الآن الذين يتواجدون في شوارع العراق ويدافعون عن وحدة العراق ونبذ الطائفية في العراق. هذا المجرم ما كان يجب أن يكون يجلس على طاولة واحدة أو على قنفة إلى جنب الأستاذ أحمد الطيب الذي عرف بمواقفه، ولكن وللأسف الشديد نحن لا نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور الواسعة ولا نريد أن ننتقد بهذه الطريقة، ولكن كان يجب أن يكون لنا موقف بهذا الحدث التاريخي. لأن إذا كانت هناك نصرة للأحواز في القاهرة فكيف يكون وزير الخارجية الإيراني أيضا موجود على أراضي على أراضي مصر وأيضا يلتقي برئيس مصر ويلتقي بشيخ الأزهر وهن أهم أثنان مؤسسات في الدولة المصرية. لذا هذا الموضوع طبعا له حديث طويل، ونتمنى أنه الأخوة في مصر من قوى وطنية وقوى إسلامية ومناصرين الشعب الأحوازي أن يصلوا بصوتنا إلى شيخ الأزهر وإلى كل الذين هناك يتوجهون بالاتجاه أنه هناك دولة تسمى الدولة الإيرانية أو الدولة الإسلامية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. ريت تشترك ببرنامجكم لو اذا ممكن. اتفضل باختصار اخي، تفضل باختصار اجو. على امرك، ريت اقول انا نحن الاهوازيين بعد من هسه وبعد ما نكمل بوشهر يعني باسم هذا الفصل المجوز حكاك، احنا نكمل بوشهر ميناء الخزعل، ميناء الخزعلي والعبادان ما نسمي عبادان، النخيلات ولا نسمي النفار، لانه شبابنا غفارين يعني شعباويين هناك عايشين. من اليوم وبعد يعني من قبل احنا كنا نسمي اما النخيلات واما نسمي النفار. وسلام عليكم في امان الله. شكرا اخي، شكرا، عبرت عن وجهة نظرك. طبعا حياك الله واحيي كل ابناء شعبنا العربي الاحوازي. كنا نتحدث في ايضا موضوع استقبال شيخ الازهر لوزير خارجية ايران ويده ملطخة بدماء الشعب الاحوازي والشعب السوري والشعب العراقي وسياسته الخارجية التوسعية المتطرفة المجرمة الطائفية اللي أيضا خلقت الأزمات في دول العربية مثل اليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين. فحذاري من مثل هذه اللقاءات التي تفتن وتشتت الشعب المصري وتخلق من أبناء شعبنا في مصر وأبناء أمتنا العربية المزيد من الاختتال الداخلي. طبعا هناك مناسبة مهمة جدا بالنسبة لنا أيضا كشعب وبالنسبة لنا كتنظيم سياسي، وهي الذكرى 23 لتأسيس الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية. طبعا لم يتبقى لي إلا ما يقارب 5 دقائق أو 6 دقائق للحديث عن هذا الموضوع. كما يعرف أبناء شعبنا نحن شعب ولدينا قضية، وهذه القضية قضية دولة احتلال، دولة احتلت أرضنا منذ 1925 وأسقطت سيادتنا وقيرت مركزنا القانوني الدولي، فبالتالي يجب مقاومتها بكل الوسائل المشروعة كما هو يحصل حتى في البيت الواحد. كان من البديهي والطبيعي جدا أن تأسس التنظيمات، وأسست التنظيمات منذ الأربعينات حتى التنظيم اللي أعلن عنه في مصر خلال اليومين أو في 10 و11 من الشهر الجاري. كل هذه التنظيمات أسست
لدفع الظلم عن الشعب الأحوازي واستعادة حقوقه الإنسانية وحقوقه القومية واستعادة سيادته واستعادة استغلاله وطرد المحتل الفارسي. الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية أسست عام 1990 في 20 يناير 1990 لتحقيق أهداف ثلاث: حق تقرير المصير وتأسيس الدولة الأحوازية على أساس الشرعية الدولية والقوانين الدولية، العدالة والديمقراطية للشعب الأحوازي. يعني تأسيس الدولة الأحوازية وأن يكون المواطن الأحوازي حرا سعيدا كريما يتمكن أن يعيش على أرضه بكل حرية. وهذا طبعا يراد له شرح واسع، تفاصيله برنامج سياسي وغيره كله موجود، ولكن كتنظيم سياسي دأب منذ 1990 حتى هذه اللحظة أن لا يكون إلا للأحواز وأن لا يكون إلا مدافعا عن المصلحة الوطنية الأحوازية. عملنا بقوة ولازلنا نعمل أن نبعد قضيتنا وشعبنا عن كل ما يعيق نضاله الوطني، نضاله الوطني، وأعيدها وأقول نضاله الوطني المتمسك بعروبة الأحواز وهويته القومية والشرعية الدولية، لأننا لا نقاتل على باطل، نقاتل بالحق ونقذف به الباطل، ولكن متمسكين بالشرعية الدولية القانون الدولي. ونعلم وأنتم تعلمون أن القانون الدولي لا يمكن يدعمنا ولا يمكن أن يساندنا إلا أن نكون على الأرض أقوياء. والقانون الدولي أيضا ليس دائما لصالح المظلوم، بل يمكن أن يقير لصالح الظالم. وعلى هذا صراعنا كان على الأرض، وصراعنا أقليميا، وصراعنا دوليا مع العدو الفارسي، صراعنا بالمؤسسات الدولية لتصحيح التاريخ، صراعنا لطرد اللابيات الفارسية لتمنع العالم من معرفة ما يجري بالأحواز، صراعنا من أجل كسب التحالفات من أجل شعبنا. وأنتم تعرفون وتشاهدون ما هي أهمية التحالفات. 100 دولة تؤيد المعارضة السورية الثورية المقاتلة، ولكن الشعب السوري لا زال يدفع. ليش؟ لأن النظام السوري لديه تحالفات مع روسيا والصين وإيران التي تمنع سقوطه، وهكذا إيران لديها تحالفات مع روسيا والصين وغيرهم اللي أيضا تمنع ضرب النووي الإيراني وتمنع ضرب المنشآت العسكرية الإيرانية وغيرها. لذا عملنا بقوة على المستوى الدولي أن نعرف الأحواز أولا، وبدأنا منذ اللحظة الأولى منذ عام 99 بطرح قضايا الأحواز والأحوازي والشعب الأحوازي والأرض الأحوازية والتاريخ الأحوازي. وكما قال الأستاذ عادل غبلي أن البعض لا زال عندما يظهرون بالإعلام يقول والله هذا اللي يقول 60,000 وهذا اللي يقول 48,000 وهذا اللي يقول 180,000، ويتناسون أن للأحواز أرضا وشعبا تاريخا واضحا حكم على يد الأحوازيين، وقاتل الأحوازيين المحتلين من الأوروبيين وغيرهم على مياهه وأرضه، واختصبت الدولة الإيرانية الأحواز لعدة تواريخ بعدة تواريخ مختلفة. يعني احتلت إمارات من الأحواز قبل عام 1925، واقتطعت المزيد واقتطعت العديد من الأراضي وعشرات الآلاف من الكيلومترات غبل. لا أيضا يعني يكتمل حتى الاحتلال الفارسي عام 1925 وضمت إلى محافظات فارسية. عملنا بقوة أن نعرف أين الأحواز، وعرضنا بالحرف الواحد وبقوة خارطة الأحواز في وسط مجلس حقوق الإنسان وفي وسط مقر الأمم المتحدة بجنيفا، حيث جن جنون الفرس في المؤتمر، وكانت مشادات كبيرة على خارطة الأحواز وهي وسط الأمم المتحدة، وعلم الأحواز وسط الأمم المتحدة، واسم الخليج العربي وسط الأمم المتحدة.
وكان صراعنا مريرا مع أولئك الذين يدافعون عن إيرانية الأحواز ويدافعون عن فارسية الخليج العربي ويدافعون عن الهوية العربية عن الهوية الفارسية لعرب الأحواز. وانتصرنا وانتصر الوطنيون الأحوازيين بكل هذه المعارك ومثلت حقيقة وما جاء في ميثاق المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز أنها الأرض الأحوازية أرض عربية خالصة للعرب والخليج عربيا والاحتلال الإيراني غاصبا غير شرعيا. هذا كان صراعنا في الدول وكان صراعنا في المؤسسات الدولية وكنا ضمن أخواننا المناضلون في الخارج نناضل من أجل تصحيح الأخطاء وتعديلها وتثبيت الحقوق الوطنية للأحوازيين. لم يأتي تصريح أحمد شهيد إلا بلقاءات أحوازية، لم يأتي تصريح أحمد شهيد إلا بالتضحيات اللي دفعتوها بالأحواز وأوصلوها أبناءكم إلى أحمد شهيد وإلى بان كي مون وإلى كل المؤسسات الدولية منذ أكثر من 10 أعوام. هذا على الصعيد الدولي طبعا، وهناك العديد من الشرح لهذا الموضوع ما بنينا من تحالفات بالبرلمانات والوزارات والأحزاب وغيرها، كله هذا كان لمصلحة الشعب الأحوازي لا لمصلحة طائفة ولا لمصلحة قبيلة ولا لمصلحة جبهة، بل كان دائما الأحواز أولا وأخيرا وثانيا وثالثا وحتى الألف. أما على المستوى العربي كنا ولا زلنا نقول يا أهلنا العرب أن الأحواز جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وتحرير الأحواز مهمة وطنية أحوازية ولكن هي مهمة عربية أيضا، كما هو تحرير فلسطين، كما هو تحرير كل الأراضي العربية المحتلة. مناصرة الشعب الأحوازي والوقوف إلى جانبه ليس مجرد مناصرة أخلاقية أو مناصرة طائفية، بل هو واجب قومي، واجب على كل شيعي عربي، واجب على كل سني عربي، واجب على كل علماني عربي أن ينهض لدعم القضية الأحوازية من منطلق عروبي ومن منطلق إنساني ومن كل منطلق يؤمن فيه، لأن الأرض الأحوازية أرض مشاعة لكل العرب وهي بيت لكل العرب. لذا كررنا وعملنا والتقينا بكل المؤسسات العربية بعثية كانت أو ناصرية كانت أو أزهرية كانت منذ سنوات، والجامعة العربية كانت منذ عمر موسى وقبله وحتى هذه اللحظة، لكي نقول إن الأحواز عربية، إن الأحواز محتلة، وإن الأحواز يجب أن تعود للحاضنة العربية. والحديث طويل في هذا الموضوع، ولكن ولم نكن تبعا أو ذيلا أو طرفا لجهة على جهة أخرى، وكنا دائما نقول للجميع أننا بحاجة كل إخواننا العرب بكل مشاربهم بكل أطيافهم بكل مذاهبهم، لأن القضية الأحوازية للجميع وهي تخص كل عربي وكل مسلم وكل إنسان حر ينتهض عندما يرى ظلما يقع في أي نقطة في العالم. لذا نناشد وناشدنا الجميع أن الأحواز قضية عربية انظروا لها من منظر عربي، قضية إسلامية انظروا لها من منظر إسلامي، قضية إنسانية انظروا لها من منظر إسلامي، ولكن دون أن تضربوا الجهات الأخرى في الأحواز، لأننا شعب بعشرة ملايين لدينا مكونات مختلفة، لأننا شعب بعشرة ملايين لدينا اتجاهات مختلفة، فلا نريد أن نكون لهذا أو على هذا لذاك أو لتلك. وهذا هنا الميزان، الميزان عندما يصبح المواطن الأحوازي هو طرف المساعدة، ليس الجبهة الديمقراطية وليس هذا التيار وليس تلك التيار، هنا تعد المناصرة خالصة للإنسان الأحوازي والقضية الأحوازية. طبعا على الصعيد الميداني الجبهة الديمقراطية، طبعا أنا وقتي الآن أدخل في وقت آخر ولربما لوقت الإخوان التركمان، ولكن أقولها بالحرف الواحد أننا أبناء الشعب الأحوازي الذين كنا ولا زلنا من أبناء الأحواز من أزقته ومن شوارعه، بعيدين كل البعد عن كل ما يفرق الشعب الأحوازي على أساس قبلي أو على أساس طائفي أو على أساس عنصري، وسوف نبقى كذلك ندفع الثمن بدمائنا حرصا على وحدتنا الوطنية في مواجهة العدو الإيراني. وهناك نداء أخير، هناك ندوات ثلاث
تقام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية ومناسبة تأسيسها هناك في المملكة السويدية يوم 19/1، وهناك أيضا أخرى في كندا يوم 19/1 من هذا الشهر، والثالثة في المملكة المتحدة البريطانية يوم 26/1، والإعلانات موجودة على مواقع الجبهة وعلى الفيسبوك، والكل شعبنا التحرريين مدعوين للمشاركة بهذه الندوات للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.